أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج شارع التسعين. زي ما عودناكم في حلقة في شارع التسعين بحلقات جديدة وموضوعات جديدة متنوعة. النهاردة معانا نادي الحماية الدولي، معانا ومعاكم المستشار القانوني إبراهيم الجبري مؤسس نادي الحماية الدولي. هيكلمنا إيه هو النادي دوت وبيهتم بإيه بتفاصيل أكتر في حلقتنا إن شاء الله. أهلا بك أستاذ إبراهيم الجبري. أهلا وسهلا فندم. في البداية عايزين نتعرف على المستشار القانوني إبراهيم الجبري. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي إبراهيم الجبري، الرئيس التنفيذي لنادي الحماية الدولي تيتي كلاب، محامي بالنقض ومستشار قانوني ومحكم دولي وعضو اتحاد المحامين الدولي في باريس. تمام. ووكيل براءات اختراع ومحكم بمحكمة الملك عبد الله بالسعودية. ما شاء الله، تشرفنا بك جدا يا أستاذ إبراهيم. في البداية احنا سمعنا عن حاجة اسمها نادي الحماية الدولي او تيتي كلاب، عايزين نتعرف اكتر ايه هو النادي وازاي نشأت الفكرة دي. نادي الحماية الدولي التيتي كلاب هو فكرة مبتكرة والاولى من نوعها في مصر وفي العالم كله. تمام. الفكرة بتقوم على انه بيجمع بين الموكل والوكيل في آن واحد تحت مظلة واحدة في مكان واحد وفي زمان واحد. عضوية النادي عبارة عن فريقين، الفريق الاول هم الشركات والمؤسسات والهيئات اللي هم الوكلاء، والفريق الثاني اللي هم المتخصصين والمحامين والمستشارين القانونيين والمحامين الدوليين، ودول اللي بيقوموا بتأدية الخدمة اللي هم مؤدوا الخدمة للفريق الأول. تمام. نقدر نلخص نشاط النادي ازاي؟ نشاط النادي، كلمة نادي عموما هي بتوحي بالأنشطة الرياضية، ده كان المفهوم التقليدي بتاعها. أما الآن النادي بتاعنا اللي هو نادي الحماية الدولي تيتي كلاب، النشاط بتاعه الأنشطة القانونية، فجميع الأعضاء اللي داخل النادي عندنا داخل عشان تمارس الأنشطة القانونية. الأنشطة القانونية دي شاملة كل حاجة في أنشطة القانون، سواء الجنائي سواء المدني سواء الأحوال الشخصية، جميع مناحي الحياة من جميع أنشطة قانونية بيمثلها النادي وبيقدم هذه الخدمات لأعضاء النادي. طيب، كلمة نادي دايما احنا بنسمعها نادي كورة نادي ترفيهي كده، ليه انتوا سميتوا مثلا نادي الحماية الدولي بالاسم ده؟ اتسمى بكلمة نادي عشان برضو نوصل للناس ان عملية الترفيه، لان احنا النهاردة لو قلنا لأي عضو تعالى روح لمكتب محامي، تمام، هيبقى قلقان، هيبقى خايف، ده هيقول المحامي هيقول لي هتتحبس، هيحصل فيك، هيجرى كذا، ادفع مصاريف كذا، اعمل كذا، هيبقى متوتر. انما لما نيجي نقول له تعالى روح النادي هيبقى مبسوط شوية، هيبقى كأنه رايح رحلة خلوية، بتحاول بيكنيك، بنلطف معاه، بتحاول تشيل الحاجز ما بين المحامي والموكل يعني. بالظبط. تمام. طب ليه بقى سميتوه الحماية وليه الدولي؟ تسمى الحماية الدولية ليه؟ لأن النادي عندنا بيشمل أعضاء محامين دوليين وشركات محاماة دولية من جميع دول العالم، بحيث أن العضو عندنا في النادي بيبقى متغطي في حماية دولية سواء في مصر وخارج مصر، سواء الموكل الموجود أو الشركات اللي موجودة أو الهيئات اللي منضمة إلينا ليها فروع داخل مصر أو خارج مصر، بتبقى التغطية بتاعتها شاملة في أي دولة من دول العالم. طيب، احنا كل كلامنا تقريبا شبه متخصص، عايزين بالبلدي كده نحاول نقرب المعنى أفضل شوية عشان الناس اللي بتسمعنا. يعني عضو النادي عندنا مثلا مشترك في النادي راح يشتغل في دبي في الامارات في السعوديه. تمام. حصلت له مشكله، هيلاقي محامي في الامارات بيقول له انت عايز ايه، ايه مشكلتك، نساعدك ازاي. مواطن عادي رايح يعمل السعوديه، راح يعمل عمره، رايح يعمل حج، حصلت له مشكله هناك، هيلاقي محامي في السعوديه بيقول له انت ايه مشكلتك، ويحاول يساعده ويحاول يحل له مشاكله. طيب، نقدر نحدد مساعي النادي القانونيه ايه؟ مساعي النادي القانونية أنه بيسعى على نشر القانون والفكرة القانونية للناس، أن القانون ده شيء مهم جدا بالنسبة لأي إنسان، لأن القانون إحنا معانا بيتولد معانا من المهد، معاك القانون من المهد إلى اللحد. طبعا. إحنا بنتولد بقانون، شهادة الميلاد اللي بتطلع لنا دي بينظمها القانون، وشهادة الوفاة اللي بتطلع لنا برضو بينظمها القانون. ما بين الميلاد والوفاة إحنا عايشين في قانون، إحنا عايشين في قانون 24 ساعة، من ساعة ما بنصحى من الصبح، من ساعة ما بنصحى لغاية ما بننام إحنا عايشين في القانون. انت بتمشي في الشارع بينظمها القانون، رغيف العيش اللي بتاكله بينظمه القانون، فالقانون داخل في كل حياتك، فلازم الفلسفه بتاعت ان القانون ده مهم جدا، وان القانون زي الميه والهواء عندك لازم تبقى موجوده عند كل الناس، وبالتالي يبقى ما ينفعش انت ماشي من غير ما تستشير حد متخصص، من غير ما يبقى معاك محامي تساله وتستشيره فيقول لك ازاي تمشي صح. طيب، عموما انا لو سمعت عن نادي الحمايه الدولي ازاي انا هنضم للنادي ده، او مثلا ايه الحافز اللي هيخلينا نضم للنادي؟
الحافز اللي بيخليك تنضم للنادي ان انت بتبقى متغطي وفي حمايه 24 ساعه في اي زمان وفي اي مكان، سواء في مصر في محافظات مصر في خلافها او في خارج جمهوريه مصر العربيه. طب وازاي هقدر مثلا احس ان هو حميني فعلا؟ احنا عشان نتواصل بمنتهى السهوله بين الموكل والوكيل في اي زمان وفي اي مكان، لينا ويب سايت اسمه ttclub.org، وعاملين ابلكيشن على التليفون المحمول بينزل على جميع البراوزرات، ممكن بتحمل التطبيق، وعن طريق التطبيق بتقدر توصل لايه اقرب محامي ليك. يعني اقدر اقول مثلا ان انا وانا منضم لنادي الحمايه الدولي هكون على تواصل في اي مكان واي منطقه بمحامين تابعين لنادي الحمايه الدولي، صح كده؟ بالظبط، الابلكيشن بيغطي العالم كله، مجرد ان انت حملت الابلكيشن على تليفونك المحمول بتفتح التطبيق، في عندك اول حاجه في زرار اسمه اقرب محامي. ده بتتك عليه بيظهر لك قايمه بالمحامين، يقول لك ده على بعد كيلو، ده على بعد 2 كيلو، ده على بعد 3 كيلو، سواء بقى كنت في القاهره، سواء في دمياط، سواء في اسكندريه، سواء كنت في الولايات المتحده الامريكيه، كنت في البرازيل، في أي دولة في اليابان، في الهند، في الصين، بيفتح معاك وبيطلع لك المحامي اقرب محامي ليك. مجرد ما مثلا ادوس على اقرب محامي هيوصلني باقرب حد ليا في المكان ده. بالظبط، في اي مكان موجود. بالظبط. طيب تم انشاء النادي ازاي؟ او الفكره نشات ازاي؟ تم انشاء النادي باول حاجه بتروح تعمل بطاقه ضريبيه باسم النادي عشان تدفع الضرائب. ده الكلام ده بتتكلم عن حضرتك دلوقتي؟ لا، النادي باسم النادي. ايوه تمام. بتعمل بطاقه ضريبيه باسم النادي، بتتايد في ضريبه القيمه المضافه وبيطلع لك شهاده قيمه مضافه. بتتايد في الغرفه التجاريه، بتتايد في السجل التجاري، بتاخد موافقات امنيه ودي مهمة جدا، بتتسجل في الشهر العقاري في براءة الابتكار، في بتتسجل في وزارة الثقافة، بتسجل في طار الكتب وفي العلامات التجارية. أستاذنا عفوا، الفكرة نشأت إزاي؟ مين أنشأ الفكرة؟ الفكرة هي فكرة أو من صاحب جديدة. الفكرة بشكل عام؟ الفكرة صاحب الأصلي بتاعها أنا. تمام. وطبعا في فريق معاون لينا على تنفيذها في جميع دول العالم إن شاء الله. تمام. طيب انا لو مواطن عادي تمام كده، ازاي انضم ليكم بسهوله؟ بتنضم لينا بسهوله عن طريق ان انت بتدخل الابلكيشن، في زرار اسمه الانضمام الى عضويه النادي، بتضغط عليه، بتملى البيانات، بتحمل البطاقه بتاعتك لرقم القومي، وبتطلب طلب الانضمام لعضويه النادي. طيب والموضوع ده ماديا مكلف ولا لا؟ هو حاليا مجانا الانضمام لعضويه النادي. مجانا بشكل كامل؟ بالظبط. طيب لكم مكان معين مثلا في مصر ولا مفيش؟ مقر النادي رغم ان هو دولي وعالمي وكل دول العالم مشتركه معاه، هو المقر موجود في القاهره في حي المعادي. تمام. تحديدا. تمام. ولينا فروع اخرى في الهرم وفي في مدينه نصر وفي في اسكندريه. يعني انتم متمركزين دلوقتي تقريبا في القاهره مثلا واسكندريه بس؟ في القاهرة وفي الهرم وفي اسكندرية. لكن انما المركز الرئيسي بتاع النادي هو القاهرة. تمام. جمهورية مصر العربية. لكن بقية المحافظات مثلا في تغطية ليها ولا لسه؟ التغطية عن طريق الابلكيشن بالمحامين الموجودين فيها. ايوه، يعني كل محافظة في محامين تابعين للنادي. بالظبط. اقدر ان انا اتواصل معاهم عن طريق اقرب محامي عن طريق الابلكيشن. تمام. طيب لو انا مثلا منضم لنادي الحماية الدولي، هل لو في حد قريبي حصل له مشكله ممكن ان هو يستفيد؟ طبعا، لان العضويه عندنا عضويه اسريه بتبقى للزوج والزوجه والاولاد بس، الدرجه الاولى. ومثلا لو في دوله تانية مثلا، وليكن في السعوديه، في الامارات، في قطر، او في دوله اجنبيه مثلا، هل انا لو حصل لي مشكله في اي سفاره من دول هل ممكن اتواصل مع حد من القاهره مثلا، او مثلا من الناس اللي انا تابع ليهم؟ انت مش هتواصل مع القاهره، انت هتواصل مع محامي من نفس الدوله اللي انت فيها. يعني في محامي في الدوله اللي انا فيها من نفس جنسيه الدوله، بيتكلم بلغتهم، عارف قوانينهم، عارف حاجاتهم. تمام. طيب بصوره مبسطه كده، ايه اللي مطلوب لان انا اكون تبع النادي؟ بالنسبه للمحامين، احنا خلاص اتكلمنا على المواطن العادي او الشركات. بالنسبه للشركات، الانضمام بيبعت السجل بتاعه وبيبعت طلب انضمام عضويه، وبيدخل على الابلكيشن يبعت الاوراق دي، بيبعت السجل وطلب انضمام العضويه. بالنسبه للساده المحامين، انضمامهم للنادي بيبعت لنا السي في بتاعه، وبيبعت لنا القضايا اللي هو متخصص فيها والمجالات اللي بيشتغل فيها، زائد سنين الخبره بتاعته، زائد درجه القيد بتاعته، زائد صوره الكارنيه الخاص بتاعه، زائد ايميلاته وكيفيه التواصل معاه وعنوانه واللينك بتاع خريطة
خريطة موقعه على جوجل، لأن احنا بنحطه في الابليكيشن عشان يتم الربط ما بين الموقع وما بين العنوان بتاعه. تمام يا أستاذ إبراهيم. أعزائي المشاهدين، فاصل ونرجع نكمل حديثنا الشيق مع المستشار القانوني إبراهيم الجبري. ورجعنا لكم بعد الفاصل نكمل حديثنا الشيق مع المستشار القانوني إبراهيم الجبري، الرئيس التنفيذي لنادي الحماية الدولي. أهلا بك مرة تانية أستاذ إبراهيم. عايزين نعرف نادي الحماية الدولي هل له أبليكيشن على جوجل بلاي ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نادي الحماية الدولي نازل على جميع التليفونات، سواء السامسونج، الأندرويد، الآيفون، أب ستوري، جوجل بلاي طبعا، نازل على متجر هواوي. زائد ان في حاجة جديدة نازلة تبع شركة اي هوت لاين، ودي شركة ممتازة جدا برضو، نازل لنا تطبيق على اي هوت لاين، ولينا رقم على الاي هوت لاين هو رقم 1088.tel. بالرقم ده عن طريق جوجل العادي خالص بتكتب 1088.tel بتدخل برضو على تطبيق تبع الاي هوت لاين. حلو قوي. يعني احنا مجرد ما ادخل على جوجل بلاي مثلا هلاقي، هكتب نادي الحمايه الدولي، نادي الحمايه الدولي تيتي كلاب، هسطب البرنامج عادي جدا وابدا اشتغل عليه. بالزبط. صح كده؟ بالظبط. طيب لو انت قلت لي لو انا في دوله تانية هقدر ان انا اتواصل مع اي حد من خارج الدوله، طب داخل الدوله نفسها، يعني داخل جمهوريه مصر العربيه، انا في محافظه القاهره مثلا وحصل لي مشكله في محافظه وليكن، وانا في اسوان وليكن، في طبعا تواصل ما بين المحامين هناك برضه، صح كده ولا ايه؟ تمام. انت بتفتح التطبيق، عندك زرار اسمه اقرب محامي، بتتك عليه بيفتح لك قائمه يقول لك المحامي ده على بعد كيلو، المحامي ده على بعد 2 كيلو، المحامي ده على بعد 3 كيلو، ده على بعد 5 كيلو، تتك عليه يفتح لك الصفحه بتاعته، يقول لك اسمه فلان الفلاني وتليفوناته كذا وشغال كذا سنه خبره وشغال في القضايا كذا وكذا وكذا، والتليفونات بتاعته والتواصل بتاعه وعنوانه والصوره بتاعته، زائد اللينك بتاع موقعه على خريطه جوجل. تتك على اللينك يفتح لك الخريطه، لا اما تروح له لا اما يجي لك، سواء في اي محافظه انت موجود فيها. طيب سؤال تاني، انا لو مش مشترك اصلا تبع نادي الحمايه الدولي خالص، ولا لي علاقه بيك ولا حد قريبي ولا اي حاجه، حلو، وحصل لي مشكله ايا كانت في اي محافظه، اقدر اتواصل معاكم؟ ممكن هتحمل الابلكيشن وتتواصل معانا على طول. الموضوع سهل كده؟ ولا اشتراك ولا اي حاجه؟ ولا اي حاجه. ده انت مجانا. نعم؟ مجانا. مجانا. ايوه. كويس قوي. طيب سمعنا، دخلت الصفحه بتاعت البرنامج، صفحه الفيسبوك عندكم، وعرفت ان في حاجه اسمها سهم المؤلفه قلوبهم، ايه ده؟ ده المؤلفة تقلبهم دول، ده احنا اول ما بدينا المشروع بتاع نادي الحماية الدولي كان في نسبة قلق ما بين الموكل والوكيل ان هم يتقابلوا مع بعض في النادي، وان ده خايف من ده وده مش واثق في ده وما الى ذلك، فعملنا زي تأمين، وثيقة التأمين، وطبعا في وثيقة التأمين ضد مخاطر المهنة للأطباء، بس ما فيش وثيقة التأمين ضد مخاطر المهنة للمحامين. طبعا. وبالتالي النادي عمل زي وثيقة التعهد من عنده، التعهد الوثيقة التعهد بتقول ايه؟ ان النادي بيقر بدفع مبلغ 1,000,000 جنيه بحد اقصى 50,000 جنيه عن كل حالة يثبت فيها خطأ مهني جسيم بحكم نهائي في خطأ مهني جسيم للمحامي مؤدي الخدمة. ده المحامين بس؟ بحيث ان انا اطمن الموكلين والعملاء اللي عندنا ان لو في اي خطأ جسيم للمحامي النادي بيعوضه عن الاتعاب اللي هو دفعها، فيبقى مطمئن ان هو يشتغل معاه ويطمن معاه ويطمن على فلوسه. حلو قوي ده. طيب في حاجه اسمها المشروع العلاجي برضو في تبع نادي الحمايه الدولي؟ بالظبط. انتوا شغالين خيري بقى ولا شغالين ايه بالظبط؟ هو المشروع العلاج ده بالظبط زي مشروع الرعايه الصحيه، ان الهيئات والمؤسسات بتامن على الموظفين اللي عندها عشان صحيا، عشان اللي يتعب يتعالج. احنا برضو عندنا مشروع مشابه ليه بس اسمه مشروع الرعايه القانونيه، مشروع العلاج القانوني، ان احنا برضو بنأمن على الموظفين في الشركات وفي الهيئات قانونيا، بحيث اي موظف يحصل له اي مشكلة صبح بالليل ظهر عصر في اي مكان في اي زمان بيتصل بأقرب محامي يحل له مشكلته، كده يبقى دولاب العمل ما توقفش في الشركة اللي هو شغال فيها. تمام. لان اي حد ليه متطلبات شخصية، اللي عايز يشتري شقة، اللي عايز يعمل صحة توقيع، واحدة عندها قضايا نفقة، عندها قضايا أسرة، عندها قضايا خلع، عندها مشاكل شخصية، ما هتضطر تعمل ايه، هتسيب الشغل وتاخد اجازات وتنصرف للمحاكم عشان هتضيع وقت وتضيع وقت ومجهود. فالتأمين على الموظفين في التأمين القانوني ده هيوفر لهم وقت ومجهود وهيخلي دولاب العمل شغال بشكل منتظم ومستمر. طيب هو مبدئيا كده تقريبا كل حاجة واضحة وكويسة،
بس انا دلوقتي حصلت المشكله وانا اتواصلت فعلا مع احد المحامين، تمام كده؟ هل في سعر معين او حاجه معينه بدفعها للمحامي مثلا للاستشاره او للقضيه؟ وضح لي بس الامر ده بيتم ازاي. تمام، هو اغلب الاستشارات بتبقى مجانيا. تمام. لما بيبقى في حاله او في كيس او في قضيه معينه بيتم الاتفاق بين الموكل والوكيل اللي هو المحامي على اتعاب هذه القضيه. برضه في اغلب الاحيان احنا بنطبق اللائحه بتاعه نقابه المحامين بتاعه الاسعار. كل سنويا نقابه المحامين بتطلع قائمه سعر قضيه صحه التوقيع بكذا، تاسيس الشركات كذا، شركه مساهمه كذا، شركه توصيه بسيطه كذا، بتطلع لنا قائمه بهذه الاسعار سنويه. فالنادي بيبقى ملتزم بالاسعار الرسميه اللي طالعه منها، فبالتالي الموكل بيبقى مطمئن ان احنا ما فيش اي مغالاه في قيم الاسعار اللي هي بتطلب منه. ايوه بالظبط، عشان انا مثلا لما اشوف محامي مثلا تبع النادي مش يقول لي مثلا انا راح اعمل حاجه معينه يقول لي مليون جنيه مثلا ولا لا، هو كده. بمنتهى البساطه بيدخل على نقابه المحامين يسال على قائمه الاسعار بتاعه سنه 2024، بتبقى ظاهره قدامه، بيبقى هو اصلا رايح للمحامي او بيتصل بيه بيبقى عارف القيمه كام. ده من ناحيه. من ناحيه اخرى احنا يعتبر عندنا عرض وطلب، لان النهارده زي ما بقول لحضرتك كده عن طريق اقرب محامي انت بتتكه بيظهر لك قائمه بالمحامين ده قريب منك على بعد كذا ده كذا، زائد ان احنا عندنا بحث بالتخصص برضه في الابلكيشن. ان انت مثلا احنا بنقول اقرب محامي ده لو حصلت لك ظروف اضطراريه او قهريه، انت من اسكندريه ورايح دمياط وحصلت لك حادثه على الطريق، فبتضطر تستخدم زرار اقرب محامي عشان يجي ينجدك يقول لك تعمل ايه، لان في الامور دي بتبقى مهمه، لان انت ممكن تخبط حد بعربيه تقول اهرب. لا، أيوة صح. الهروب والنقول ده يعرضك لمسؤوليه قانونيه. فانت لو اتصلت بمحامي هيدلك على الصح، يقول لك لا اثبت مكانك، اتصل بالنجده واتصل بالاسعاف وانا جاي لك، لان مساعده المصاب هنا مهمه جدا وبتخفف عنك اي عقوبه انت معرض ليها، فهو بيساعدك في الحال عن طريق اقرب محامي. انما لو انت النهارده مش في عندك حاله ضروره وانت قاعد على الكرسي بتاعك بالليل وعايز قضيه معينه، قضيه جنح، قضيه جنايات، فعندك البحث بالتخصص بتفتحه بيظهر لك المحامين المتخصصين في المجال، عايز شرعي بيظهر لك محامين الشرعي، عايز جنائي بيظهر لك محامين الجنائي، بتقدر تختار منهم على الليفل اللي انت عايزه. ده محامي 40 سنه خبره، ده 30 سنه، ده 5 سنين، ده 10 سنين، ده في منطقه الزمالك، ده في المعادي، ده في الضرب الاحمر. انت اللي بتحدد الفئه اللي انت عايزها ونوع المحامي والخبره بتاعته بمنتهى السهوله واليسر. تمام. في هل تمام احنا عندنا فاصل وهنرجع نكمل حديثنا تاني. اعزائي المشاهدين، فاصل ونرجع تاني نكمل حديثنا مع المستشار القانوني ابراهيم الجبري. ورجعنا لكم بعد الفاصل. اهلا وسهلا بيك تاني استاذ ابراهيم الجبري. عايزين نعرف من سيادتك نادي الحمايه الدولي من الهيئات او المؤسسات اللي انضم لنادي الحمايه الدولي. منضم لينا من الهيئات والمؤسسات رابطه مضيفي ومضيفات الخطوط الجويه المصريه، ودول ناس فوق ممتازين سواء الشباب او البنات بتوعهم لانهم بيتم اختيارهم بعنايه فائقه، ودول كل يوم الصبح بيركبوا الطيارات بتاعت مصر الطيران وينتشوا في دول العالم، ده رايح الصين، ده رايح الهند، ده رايح اليابان، ده رايح ليتوانيا، ده رايح جنوب افريقيا. فبالتالي اي حد بيتعرض لاي موقف فالتطبيق والابلكيشن بتاعنا بيساعدهم جدا في الوصول الى اقرب محامي في الدوله اللي هم فيها. فدول من ضمن الناس المنضمين الينا في عضويه النادي. من ضمن الهيئات والشركات المنضمنه لينا زي مثلا جراند مول المعادي، ده سنتر تجاري كبير في المعادي، في حوالي 400-500 محل تجاري، دول من ضمن اعضاء النادي. عندنا من ضمن اعضاء النادي شركات مساهمه زي شركه مجموعه العمار الاستشاريه، دي شركه برضو استشاريه كبيره دوليه ليها مشاريع في جميع دول العالم كاستشاري هندسي. طيب هل في من اعضاء النادي محامين دوليين؟ يعني مثلا يقدر يشتغل في كذا دوله مثلا؟ عندنا محامين دوليين ليهم مكاتب في اكتر من دوله وفي الدول بتاعتهم. وفي انا اذكر مثلا من ضمن الناس العزاز على قلبي جدا مثلا كان محامي بتاع اليابان، لما بعت لي السي في بتاعه انا فوجئت ان هو كان 8 ورقات، لان كان ساعتها المحامين المصريين بيبعت السي في بتاعه مثلا ورقتين ثلاثه، فده فوجئت ان هو بعت 8 ورقات، كانت حاجه جميله قوي. دكتوراه فين وماجستير فين واخد ايه، وكان رئيس الرابطه بتاعه اتحاد المحامين الدولي في باريس وما الى ذلك. بعد كده مثلا جالنا حد من السنغال، انا كنت فرحان بثمان ورقات سي في، جه بتاع السنغال ده 13 ورقه ما شاء الله، برضه واخد ماجستير من واشنطن، دكتوراه من السربون، اتحكم في قضايا دوليه كبيره بالمليارات وما الى ذلك. طيب. بعد فتره
جالنا محامي من العراق السي في بتاعه حوالي 30 ورقة ما شاء الله. فما شاء الله يعني الناس ممتازة فوق ممتازة عندنا المنضمين للنادي إن شاء الله. طيب بعيدا عن المحامين الدوليين، أنا لو محامي في مصر عادي ومش منضم لنادي الحماية الدولي، إزاي أنضم للكيان ده؟ بتنضم لينا بمنتهى السهولة، بتحمل الأبليكيشن وفي الأيقونة اسمها الانضمام لعضوية النادي، بتدخل عليها بتبعت رسالة خاصة وبتحمل عليها الكارنيه بتاعك والسي في بتاعك. حتى لو أنا محامي تحت التمرين لسه؟ ولا لا مش هو بيشترط خبرة لكل عن سنتين إن أنت تكون محامي ابتدائي. تمام. طيب ايه هي طبيعة المقالات اللي بيتم نشرها في صفحة النادي عموما؟ احنا المقالات اللي بننشرها هي مقالات دولية بشكل عام، ما بتخصصش لأي جهة بعيدة عن أي مناحي، بتشمل الحاجات القانونية زي بنتكلم عن محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية، الهجمات السيبرالية، عن التعليم، عن البيئة، عن المناخ. طيب سمعنا عن حاجة اسمها الإحالة، الإحالة بين أعضاء النادي، إيه موضوع الإحالة ده؟ الإحالة بين أعضاء النادي دي مثلا بيبقى في محامي في دولة ما عنده قضية في دولة أخرى وعايز مساعدة من محامي آخر، فبيتصل بيه وبيبعت له القضية. يعني مثلا على سبيل المثال كان في واقعة قريبة جدا، كان في محامي في البرازيل وعنده موكلة في البرازيل ومتزوجة من شخص مصري في البرازيل ومقيمين في البرازيل، وطبعا هو خلاها راحت الولايات المتحدة في شغل، رجعت من الولايات المتحدة على البرازيل لقيته خد ابنها وسافر نزل على مصر، فطبعا اتصل بيا عشان نساعد الموكلة بتاعته بتاعة البرازيل ان هي نازلة مصر عشان تشوف ابنها وتقدر توصل ليه ازاي. فطبعا دي الإحالة بين الأعضاء، ان هو بتاع البرازيل بيحول الملف وبيحول الموكلة بتاعته هنا في مصر عشان نبدأ نساعدها، والعكس بالعكس برضو احنا بيبقى عندنا شغل هنا وعندنا في حد في الامارات عنده مشكلة او حاجة، بنتصل بالمحامين هناك وبنبعت لهم الشغل وهكذا. المستشار القانوني ابراهيم الجبري الرئيس التنفيذي لنادي الحماية الدولي، احنا شرفنا بك جدا. للأسف وقت حلقتنا انتهى، على امل اللقاء بك في مرة تانية. اعزائي المشاهدين بكده انتهت حلقتنا، وان شاء الله استنونا في حلقات جديدة متنوعة من برنامجكم شارع التسعين. شكرا جزيلا.